مساء الخير، عرفنا بحضرتك الأول. نشأة زنفل نائب رئيس النادي الثقافي المصري. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. كلمنا يا فندم عن مشاركتك النهاردة في المؤتمر، مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج النسخة الثالثة. هل دي أول مرة تشارك في المؤتمر ولا شاركت قبل كده؟ أولا أنا عايز أشكر حضرتك جدا، لأن جريدة الوقت حزب الوقت والحاجة العريقة، الحزب العريق ده والجريدة العريقة اللي احنا يعني تربينا على مواضيعها القوية وصراحتها وجرائتها من سنين. شكرا. بشكر حضرتك ان انت تحتيل الفرصة ان انا اسجل معاك النهاردة. شكرا يا فندم، الف شكر. وبشكر مجلس ادارة الجريدة وطبعا الوفد ومسؤول ادارة الوفد. الف شكر يا فندم، شكرا لحضرتك، يعني حضرتك شرفتني يا فندم على قناة الوفد. اتفضل. انا النهارده احنا بنشارك في المؤتمر الكيانات الثالث. انا الحمد لله رب العالمين شاركت في المؤتمر الاول والثاني. كنت بقول من شويه لاصدقائي في اليوم السابع والجديد الغايب ان ده بقى يوم عيد قومي للمصريين في الخارج، ان احنا بنتجمع من كل انحاء العالم، بنتقابل مع بعض، بنتبادل الافكار، بنتبادل الفكر، وفي بعض من تبادل البيزنس مع بعض، يعني نبتدي يشتغلوا مع بعض ويساعدوا بعض من كل دول العالم. ثانيا لما يكون كل العدد الهائل ده جه من كل دول العالم هيحضر على ارض مصر عشان خاطر يقف جنب بلده ويساند بلده. ثانيا احنا بنشكر القياده السياسيه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشكرك جدا جدا يا ريس، وبنقول لك كمل يا ريس، كمل في اللي انت ماشي فيه، ان شاء الله ربنا هيعينك، ان شاء الله هتكمل المسيره، وان شاء الله هنستمتع باللي انت عملته، واولادنا ان شاء الله هيستمتعوا باللي انت عملته والعمر كله باذن الله. ان شاء الله. بنشكرك على اهتمامك بالمصريين في الخارج، وان انت مهتم ان احنا نكون موجودين على ارض مصر، وان انت تعمل لنا مؤتمر خاص مع وزاره الهجره، وان شاء الله وزاره الهجره الجديده باذن الله يكون لها كل التوفيق في العمل القادم. العمل مع المصريين في الخارج عمل صعب وده وشاق، فان شاء الله نكون ربنا يوفقها وتكمل المسيره الناجحه اللي كملتها سياده الوزير نبيل. ان شاء الله يا فندم. شايف المؤتمر ايه ثماره وايه التوصيات اللي ممكن يخرج بيها اللي هي تقدر تفيد المصريين عموما في الخارج؟ هما في النهارده بيتكلموا عن وثيقه التامين، ودي حاجه كويسه جدا خصوصا لاخواننا اللي عايشين في الخليج، ودي حاجه كويسه جدا. في يعني كذا محور من المحاور بتحاول الوزيره ان هي توصل. اول حاجه هو المؤتمر كمان للتعارف ما بيننا، يعني تعزيم، وكانت خطوه كويسه جدا ان هي تكون موجوده النهارده في اول تولي رئاستها للوزاره، ان هي تشوف الكم الهائل ده متجمع مع بعضه في يوم واحد. يعني كانت تحتاج اكتر من سنه عشان تقدر تقابل الكيانات دي في كل دول العالم، فكانت فرصه جميله جدا جدا ان هي موجوده معانا النهارده. التوصيات ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك وثيقه التامين هنتكلم فيها بعد شويه، وان شاء الله لنا راي كويس فيها، ان شاء الله يتم بيه ويتعمل. ان شاء الله يا فندم، نورتنا يا فندم، الف شكر يا فندم. شكرا جدا لحضرتك يا استاذ ريا، وبشكر جلاله الوقت العظيمه وحزب الوقت الجميل جدا. شكرا يا فندم، نورتنا على قناه الوفد. ربنا يخليك. شكرا.